طبعا احييكم من هذا البرد شديد البروده القارس. طبعا درجه الحراره في الرياض وصلت الى 1 درجة مئويه صباح اليوم، ويستمر الانخفاض في درجه الحراره على معظم مناطق جميع مناطق المملكه حتى صباح غد باذن الله. سنتحدث عن الجو والطقس مع المختص والخبير الجوي الاستاذ عادل القزنلي. اهلا بك وحياك الله في شاشه قناه الاخباريه. نبغى منك المعلومات الحقيقيه عن هذا الجو وهذا الطقس في انخفاض درجه الحراره، وهل يمثل هو الابرز على مستوى هذا الموسم؟ اول شيء نقول حياكم الله وصباح الخير لك وللاخوه المشاهدين والاخوه الزملاء في الاستوديو، وحياكم الله في بيتكم الثاني في مرصد مطار الملك خالد الدولي في الرياض. طبعا هنا الارصاد خلقت ل يعني خدمة الطيران، فلازم تكون المراصد موجودة في المطارات في جميع محطات المملكة. بالنسبة للكتلة الهوائية الباردة، طبعا كان هناك تقارير خاصة صادرة من الهيئة عن دخول كتلة هوائية باردة، وهو ما حصل بالفعل، وسجلت درجات حرارة منخفضة للغاية. اليوم كانت أقل درجة حرارة مسجلة في مدينة حائل كانت 2 درجة مئوية تحت الصفر، مع رياح نشطة، وهو ما يساهم في إعطاء إحساس أقل بدرجة الحرارة مسجلة فعليا، يعني يكون الإحساس أبرد من -2. متوقع في الأيام القادمة وبالنسبة لهذه الموجة الباردة متى تنتهي بإذن الله؟ بالنسبة لهذه الموجة الحمد لله أمس كان تأثيرها على المنطقة الغربية، اليوم المحور حق الكتلة الهوائية الباردة بدأ على مناطق وسط وشمال شرق المملكة. نلاحظ اليوم الرياض كانت أمس 2 درجة، اليوم كانت 1 درجة مئوية. أيضا في حفر الباطن والقيسومة سجلت درجات حرارة بالماينس، يعني -2 في حفر الباطن والقيسومة، لكن إن شاء الله نتوقع تستمر حتى فجر الغد، ومع نهار الغد مع تقدم ساعات النهار تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا. طيب متى يعني ينتهي البرد يعني بشكل عام؟ هل سيستمر حتى رمضان؟ شكلك انت بردان، عشان كده احنا نبغى نستمتع بالاجواء البارده زي ما بنستمتع بالاجواء الحاره لما توصل درجات الحراره في نهايه الاربعينات في الصيف. حاليا خلينا نستمتع بالاجواء البارده، تستمر ان شاء الله الاجواء البارده حتى رمضان، ولكن تقل عن هذه الاجواء، ولكن ايضا في الفتره الجايه نبشر الاخوه المشاهدين انه مشيئه الله تكون الموسم الثاني لهطول الامطار، فتوقعات الامطار في الفتره القادمه ان شاء الله اكبر. الشهر القادم يعني مثلا؟ ان شاء الله نعم. طيب خلينا نتكلم عن الادوات التي تعتمدون عليها في هيئه الارصاد لرصد درجه الحراره وايضا توقعاتكم وتنبؤاتكم. طبعا احنا كهيئه ارصاد او مرصد نقيس درجات الحراره بالملي على قولهم، على اساس اصلا الارصاد خلقت للطيران، فنحن ناخذ درجات الحراره لخدمه الطياره. دائما الطياره في الاقلاع والهبوط تعتمد في وزنها على درجه حراره الهواء، لذلك نضع الترمومتر الخاص بقياس درجات الحراره في صندوق مغلق مفتوح من جميع الجهات، لكن لا تمر خلاله اشعه الشمس، فقط يمر الهواء، لذلك ناخذ درجه الحراره للهواء الجاف ودرجه الحراره للهواء او نقطة الندى عشان نقيس نقطة الندى درجة الهواء المبلل. ايضا هناك ترمومتر اخر خاص الذئبقي يقيس درجة الحرارة العظمى، دائما هذا المقياس نعمل فيه زي كده ونقيس درجة الحرارة، يوصل لو تلاحظ هنا يوصل لاعلى درجة حرارة ثم يتوقف. تمام، هذا الترمومتر الزئبقي لقياس درجة الحرارة العظمى. أما الآخر فهو ترمومتر الكحولي، وهو يقيس درجة الحرارة الصغرى، تنزل درجة الحرارة لأقل درجة ثم يتوقف عن النزول. هذه الأجهزة الخاصة بقياس درجات الحرارة كما ذكرت توجد في هذا الصندوق، وتمر خلاله الهواء البارد، وأيا كان هواء في الصيف حار وفي الشتاء بارد. طيب هذه الطريقة العلمية المعتمدة طبعا؟ نعم العلمية. نعم، لأنه شوف هذا ارتفاع الصندوق هذا 2 متر أو 1.5 متر عن سطح الأرض، بعيد عن المباني، بعيد عن الإسفلت، يعني احنا لنا يعني عتب على هواة الطقس اللي يقيسوا درجات الحرارة من بيته ومن فوق سطح البيت من هذا، ويقول لك درجة الحرارة اليوم سجلت -5، طيب أنت قايسها غلط. هنا المقياس الحقيقي لدرجة الحرارة زي ما قلت احنا ما نقدر نعطي درجة حرارة مختلفة لأنه تأثر على الطيران. درجة أو الطيارة أثناء الهبوط وأثناء الإقلاع تعتمد في وزنها على درجة حرارة الهواء. طيب بالنسبة للأدوات والأجهزة اللي عندكم، نشوف أجهزة مختلفة يعني. نعم. في شيء يقيس الرطوبة وشيء يقيس هذه الأجهزة، وأيضا نأخذها لقياس بعض عناصر الطقس، منها جهاز خلينا نقول جهاز قياس سطوع الشمس مع الزملاء الراصدين، الأخ هاشم يشرح لنا عليه جهاز قياس سطوع الشمس. هذا جهاز يقيس شدة قوة شعاع الشمس، فكل ما زادت قوة شعاع الشمس يحترق. في عندنا هنا كرت
يحترق الجهاز، يحترق الكرت مع شدة قوة سطوع الشمس. ما نقدر نفكه، لا ما ينفك، لا ما يفك. وطبعا يغير متى يفك؟ يغير كل يفك الساعة 9 بالليل، ويغير الساعة 9 بالليل، ويبقى إلى 24 ساعة، لمدة 24 ساعة ثم يغير. فيقرأ مدى من احتراق الكرت، يقرأ الفترة الزمنية اللي قضت فيها الشمس خلال النهار. طيب خلينا نشوف الجهاز الثاني. طبعا الجهاز يختص بماذا هذا الجهاز؟ طبعا درجة الحرارة. عبد الله ابو شال عريس جديد، فنبغى يشرح لنا على الجهاز. هذا سولار راديشن يقيس اشعاع الشمس. طبعا هذه على خريطة، فالخريطة تغير كل اسبوع، يوم الاثنين نغيرها. اذا تبغى تشوف اجزاء الجهاز من الداخل، هذه اجزاء الداخل من الداخل. يغير كل فترة ولا كل اسبوع؟ كل اسبوع يغير هذا الخريطة. البالون، بالنسبة للبالون هذا، البالون هذا أهم يعني من الأجهزة المهمة اللي الناس تجهل عمل الأرصاد، هذا من أهم الأعمال. طبعا الزميل عبد الله عبد العزيز المقيطيب، عبد الله أو عبد العزيز، هلا مرحبا، صبح فيك. أيوه طبعا هذا الجهاز الريد ساوند نربطه في البالون ونطلقه في الجو. تمام، كل يوم نطلق بالونين زي هذا. تمام، هذا الجهاز فيه سنسور يعطينا عناصر الطقس او عناصر الجو، درجه حراره ونقطه الندى والرياح وسرعتها في طبقات الجو العليا، لين ما ينفجر البالون يطلع تقريبا الى 32 او 36 الف قدم، اي ما يعادل تقريبا 12 كيلومتر. يعطينا عمود الهواء ايش فيه على منطقه الرياض، من خلاله ترجع لنا المعلومات عبر السنسور ونحللها ونعرف الاجواء ايش فيها. من هذه المعلومات نعطي التوقع لبكره ايش فيه موجود، توقعات امطار، يعني زي ما ذكرت انت حتخف درجه الحراره ولا حتزيد. انا اليوم ذكرت لك، قلت لك محور الكتله الهوائيه البارده راح على المنطقه الشرقيه، كله من هذا الجهاز. نعرف في الجو ايش فيه عشان نعرف ايش في الارض. الاجهزه والادوات موجوده عندكم في جميع مناطق المملكه؟ نعم، في جميع مناطق المملكه. يعطيك العافيه يا حمد. بالاضافه الى المحطه الاوتوماتيكيه، هذه محطه، طبعا هذه الاجهزه كلها تقاس من الراصدين، الزملاء الراصدين. هذه محطه اوتوماتيكيه تتواجد في مناطق مختلفه من الرياض ومن مدن المملكه. لا تعطيني بس دقيقه، ما عاد عندنا وقت حمد، عندنا بننتقل للسوق، الاستمطار الصناعي. يلا 20 ثانيه يا حمد اختصر. يلا باختصار مفهوم الاستمطار الصناعي، يعني صار في جدل وفي ناس ما استوعبوا الموضوع صح مفهومه. والله الاستمطار الصناعي هو ما هو، احنا ننزل المطر لكن احنا نحفز السحب اللي تكون مهيئه لهطول الامطار من خلال ارسال بعض او وضع بعض المواد الكيميائيه زي كلورات الصوديوم او نترات الفضه، فنحطها في السحب سواء من قمه السحابه او من اسفل السحابه، لذلك تحفز السحابه وتهطل منها الامطار. اللي تكون السحابه مهيئه انها تنزل امطار خفيفه نزيد كميه الامطار. شكرا لك الاستاذ عادل الغزنلي، شكرا لك. طبعا يعطيك العافيه حمد. درجه الحراره في الانخفاض حتى صباح غد باذن الله. شكرا لك، كنت معنا من الرياض حمد بن حسين.